دقيقان محكومان بالإعدام غيابيا بقبضة أمن ذي قار. أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار اليوم الأحد بأن قوة أمنية اعتقل الشقيقين مطلوبين شمالي المحافظة. وذكر المصدر أن عملية الاعتقال جرت خلال مداهمة إحدى القرى بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، وأن الشقيقين صادر بحقهما حكم للإعدام غيابيا. وبيّن المصدر أن المطلوبين المعتقلين متهمان بقتل عنصرين أمنيين في عملية أمنية عام 2018.